بشكر الإعلام المصري كله، بشكر الفضائيات المصرية الخاصة، بشكر اتحاد الإذاعة والتلفزيون، الإعلام الرسمي الوطني المصري، وبشكر الإخوة الزملاء في الصحف القومية، بعض الصحف القومية وبعض الصحف الخاصة والصحف الحزبية على اهتمامها بالمؤتمر. والحقيقة الفيلم ده زملائنا في مصر اليوم عملوه هديه للحاضرين، وكان ملخص لوقع المؤتمر. انما انا شايف طبعا ضيق الوقت، وشايف ان الكلمه اللي قالها اختتم بيها المؤتمر الاستاذ منير فخري عبد النور وزير التجاره والصناعه كافيه. بنقول ان مصر الجديده مصر المتكاتفه، مصر الجديده بيشتغل فيها الحكومه مع اصحاب الاعمال من اجل توفير فرص العمل، ومن اجل كل الحكومة بتكفل العدالة الاجتماعية، ورجال الأعمال بالتأكيد بيساهموا في المسؤولية الاجتماعية. شفنا عدد منهم ساهم في صندوق تحيا مصر. نأمل إن الجميع، مش مجرد بس كبار رجال الأعمال، الكل يشارك فيه من أجل بلده. أنا بشكر الجميع. أنا قلت صندوق إيه؟ صندوق تحيا مصر. تحيا مصر طبعاً كلنا بنقول تحيا مصر، وكلنا عشنا على تحيا مصر، كلنا بنشتغل من اجل مصر، كلنا وطنيين على قدم المساواه، حكومه وافراد. انا بشكر حضراتكم جميعا، وبنتمنى التوفيق للامانه الدائمه. وبتمنى سياده الوزير دكتور اشرف العربي مع حضرتك نص اعضاء الامانه العامه قبل ما تغادر المؤتمر تحددوا ميعاد الجلسه الجايه ان شاء الله. احنا عندنا برضو قليل المتابعه الدائمه، عندنا 12 اصدار في اخبار اليوم، هنفضل مع حضراتكم، مش هقول يعني ورا حضراتكم، هنفضل وباذن الله بنتمنى التوفيق وتنفيذ كل هذه المقررات كل شهر. وحضراتكم طيبين، هنعمل احنا هنختتم الجلسه. اللي عايز يتفرج على الفيلم يتفرج. انا بشكر حضراتكم واتمنى التوفيق، وبقول الخبر هنعلنه احنا في اخبار اليوم، بندرس انشاء مركز للدراسات الاقتصاديه، مركز اخبار اليوم للدراسات الاقتصاديه، للاستفاده بمخزون الخبرات اللي شفناها من الحكومه المصريه ومن خبراء الحكومه المصريه، من خبراء المال وخبراء المصارف، ومن رجال اعمال الشبان، ومن الجيل الجديد المصري. الحقيقه اللي بيخليني احس ان مصر بكره هتبقى احسن من النهارده ان شاء الله. شكرا جزيلا.